بعد الفاصل المزيد من جامبال. الدببة الثلاثة قد عادوا، وهذه المرة سيظهرون للعالم كيف أنهم دائما منسجمون، دائما مرحون، ودائما مسيطرون على الوضع. شاهدوا الحلقات الجديدة من الدببة الثلاثة قريبا على كارتون نتورك بالعربية. سوف نشرح لكم الآن طريقة عمل وجبة لذيذة مع كريزي واللامينكس. أولا التقطيع، ثم المد، ثم الخلط، ثم الضغط، ثم الهرس، ثم التحميص، ثم التذوق أو التجميد. ماذا تنتظرون؟ كريزي واللامينكس حلقة جديدة بدءا من الأحد في 48 دقيقة صباحا على كارتون نتورك بالعربية. إنقاذ العالم أمر صعب، خاصة لأن الأشرار لا يهدون أبداً. إذن ما هو الحل الأمثل لسلامة الكوكب؟ المنقذون، أبطال التايتنز وفتيات القوة نينجاغو وبنتن، كلهم يلبون النداء. فقرة المنقذون الأحد إلى الخميس في 22 دقيقة بعد الظهر على كارتون نتورك بالعربية. التالي، أبطال التايتنز انطلقوا. إنها ليست مجرد إشاعة، هناك فتاة قوة رابعة واسمها بليستينا. إنها فتاة القوة الأصلية والأقوى، ولكن هناك أسئلة كثيرة حولها. هل هي طيبة أم شريرة؟ تعرفوا على الإجابة في حلقات خاصة من فتيات القوة قريباً على كارتون نتورك بالعربية. هل تريد قضاء يوم رائع على طريقة أنجلو؟ إليك الحل. أولاً، اقضي أوقاتك دائماً مع الأصدقاء. ثانياً، جهز بعض الأطعمة اللذيذة. ثالثاً، اترك ما يشغلك وريح بالك، ثم شاهد حلقات جديدة ورائعة من يحيى أنجلو قريباً على كارتون نتورك بالعربية. هل ما زلتم تبحثون عن معرفة من وراء صوت شخصية بليس فتاة القوى الرابعة؟ حان وقت الإجابة. هاي، أنا بليس. ترون على باور باف جيرلز. إنها نانسي عجرم. شاهدوا نانسي وبليس في الحلقات الجديدة من فتاة القوى فقط على كارتون نتورك بالعربية. حلقات جديدة من ماشا والدب فقط على بومرانج. التالي، وقت المغامرة. التالي، الدببة الثلاثة. التالي، أوتبوتس.
التالي جامبال. هاي أنا نانسي، تعرفوا على بليس الأخت الجديدة لفتيات القوة على كارتون نتورك، فقط على كارتون نتورك بالعربية. التالي كلارنس. عيش عالم بومرانج كما لم تره من قبل. مفاجآت عديدة بالانتظار في الموقع الجديد، حيث يمكنك أن تتعرف أكثر على شخصيات القناة، وستجد ألعاب مدهشة ومسلية بلا حدود، بالإضافة إلى كليبات عديدة من جميع مسلسلاتك المفضلة على القناة. كل هذا وأكثر على boomerangmina.com. ماذا تنتظر؟ التالي يحيى أنجلو. التالي منصور. شاهد نانسي عجرم في دور بلستينا فتاة القوة الجديدة في الحلقات الجديدة من فتيات القوة. هاي تاكس، الحالة الوطنية لكيف تنتظر. احضروا الحلقات الجديدة من فتيات القوة على كارتون نتورك، فقط على كارتون نتورك بالعربية. التالي نينجاغو. التالي بنتن.